انطلقت فعاليات مهرجان المرأة والأسرة التاسع الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب بفندق شهباء حلب. المهرجان الذي جاء دعماً للمرأة السورية التي كانت عنوان الصمود والتضحية يشارك فيه أكثر من 300 سيدة ويضم تشكيلة واسعة من المعروضات التي تهم المرأة والأسرة. هلا نحن دائما جمعية التألف في عنا تشجيع للسيدات بأنه يكون في إلهم من باب التمكين لإلهم أعمال فنية بسيطة من خلال يساعدوا أسرتهم ومن خلال يكون في إلهم تشارك وأحل يعني مثل أفكار بديلة. فهي مشاركة حب نورجي العالم إن حلب ما بتموت ولسه عايشة. الحقيقة نحن مننادي للعالم كله بأنه نساء الحلبيات موجودات ومصممات على بناء حلب وإعادة القلق لمدينة حلب، القلق الصناعي والتجاري. المرأة أثبتت وجودها بهالظروف القاسية أنه هي قادرة تتحمل مسؤولية وتعطي أحسن ما عندها، ما بس للبيت مثل ما نحن تعودنا المرأة التقليدية، بالعكس المرأة هي أم وهي زوجة وهي مرأة عاملة وهي منتجة وكل شيء. المعرض بما تضمنه من أجنحة متعددة ومعروضات جسد موهبة وعطاء المرأة الحلبية التي تشارك في العملية الاقتصادية والإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقويه. المعرض متسع هذه السنة، مشكورين سيدات الأعمال، هناك جهد مبذول بشكل كثير كبير، مشاركة كبيرة جدا، بالتحديد ما عندي رقم العدد المشاركين. طبعا كل مرة بصير في قاعة واحدة، هذه المرة في 3 قاعات. كافة الصناعات اليدوية النسوية وإضافة إلى صناعات الشهيرة في مدينة حلب متمثلة لدينا في المعرض. منذ زمن وينصب اهتمامنا في دفعين دور المرأة الحلبية بالذات والسورية بشكل عام. نريد من خلال هذا المعرض أن نوجد ساحة عملية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تكون بها المرأة بشكل واسع. لقد تم تفجير طاقات ومخزونات هذه المرأة من قدرتها على العطاء والصمود في ظل ظروف صعبة مرت بها حلب وسوريا بشكل عام. لجنة سيدات أعمال هي لجنة من غرفة تجارة حلب، هي عملت كذا معرض، أكثر من معرض، والحمد لله من نجاح لنجاح. كفكرة يعني حتى شوف موديل ستاندات مثل فكرة المدينة، يعني سوق المدينة. بس الحمد لله نحن كمان عنا شيء اسمه شركة أسواق حلب. شركة أسواق حلب هلا نحن قبل نهاية الشهر إن شاء الله بنوعد الأخوة التجار إنه راح يكون في افتتاح السوق الأول لسوق طريق الحرير يلي هو موجود بأوتوستراد حلب الجديدة، وإن شاء الله هو 211 محل وراح يكون كتير شيء حضاري. هي المربية وهي شريكة النضال وهي أيضا شريكة الحياة. إنها المرأة السورية، رمز من رموز الوطن.